أصغر الماركات في العالم، أصغر براند للعناية بالبشرة وأصغر براند للميك اب. واو هذا كثير، هذا كثير. أوكي قاعد أمسح. آخر خطوة المسكرة، أنا مرة كنت متحمسة للمسكرة لأنه كيف حيحطوها. المسكرة ناشفة. نو كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. أنا أسرار واليوم جئت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم هو فيديو تجارب، وأنا مرة أحب فيديوهات تجارب، وأعرف أنكم أنتم كمان تحبوا فيديوهات تجارب. فاليوم حنجرب حاجة جديدة. طبعا الفيديو اللي فات ما نجح مرة، اللي هو حق كاميرا الأداني ذاك، بس والله العظيم أنتوا طلبتوه يا أخي. أنتوا قلتوا لي أسرار أعمل ذا الفيديو، أنا قريت كومنتاتكم وبقرأ كومنتاتكم، فأحس هذا الفيديو حينجح لأنه مرة حيعجبكم. فيديو اليوم حنفك شحنات من أصغر الماركات في العالم. عندكم شحنة فيها أصغر براند للعناية بالبشرة وأصغر براند للميك اب، يعني يكون الميك اب مرة صغير وهذا فينحط في دي الشنطة، عرفتوا؟ هذه الشنطة أخذتها من شي إن، كيوت صح؟ بس شوفوا ايش نحط جواتها. ايربود، فانا جايبتها اليوم عشان احط فيها الاشياء الصغيره هذه اللي حفكها. ويس ترى نحفت 2 كيلو، مو باين بس عشان لابس شيء تعرف حق الصيف. طلعت غبر يا جماعه. بس لين حاجه جوه البوكس زي اللي يخرج من المكنسه. نو الباكيت غلط، لا ترى بيطلع مره كثير وماني عارفه، ليكون من جد غبر. اوكي كان طلع مفتوح، شكل الغرة اللي ده شكل الغرة اللي فيه ده. هذه الفاتوره عشان تعرف انه ما هو مرسل لي من جد. اوكي اسم الشركه بولت بيوتي، ترسل لي من امريكا. شكلها من جد بولت اللي هو هذه العلامة، وماني عارفة يعني في اشياء كثير تفكفكت لانه ممكن من سنة طلبتها. بالله مو اصغر بوكس، يعني من جد ميني. اوكي حلو، هذا ورقة ثانية. شرح عن كل حاجة. اوه ماي جاد، بالله مو اصغر ثلاث علب شفتوها في حياتكم. في شيء يتحرك وفي شيء لصق. هذه الاشياء عباره عن عنايه للبشره، كبسولات فيها اربع الوان. طبعا الالوان هنا عندي، يعني بدل ما تجيبوا مثلا انتم مسافرين مثلا تجيبوا الصابون الكبير، يعني بنت خالي سوري كانت مسافرة على شهر عرسها وزوجها قال لها ما تشحني الا شنطة واحدة هي الصغيرة، فتخيل انها مسكينة راحت جابت الصابون الكبير هذا ب 500 ملي، قالت يلا حطوه. قلت لها دقيقة انت كم يوم قاعدة؟ قالت انا قاعدة 14 يوم. قلت لها 14 يوم يا دمية، اول شيء تشل اكيد في هناك منتجات حتشتري هناك، وثاني شيء يعني اذا انحدت بشنطة صغيرة فالمطار ما يدخلوها، يعني ما يدخل يعني تفتح الشنطة وترمي الشيء. فهذا حلو للناس اللي مثلا تاخذ 14 حبة من هذه، او ناس تحب مثلا ما تاخذ اشياء كثير، فحلو. اوكي في خلينا نرجع لبعدين. بس لاحظت انه تحبوني اتكلم في فيديوهاتي اني مثلا احكيكم دراما، فاليوم حاحكيكم دراما صارت في حياتي ولسه موجودة في حياتي. بس خليني اقول لكم ايش في هنا. في عندكم اللي فوق مرطب الازرق، وبعدين الابيض هذا مسؤول، طبعا هذا زي العينة ترى. والشيء الثالث كريم وفيتامين سي وهيك. مسقط فكرة هذه انكم تاخذوها تكسروها وتضغطوها. شوفوا التسكيط هذا، بحاول احشيهم جوة الشنطة. لا بس هذا حينحشي. اوكي باخذ منديل وارتب الالوان. اوكي حنحط اول شيء فيتامين اي. اول مره اسمع انه في فيتامين اي في هذا. يقول لك انه تعرف انه يساعد البشره ويخليها سموذ، يخليها افتح. والثاني حيخلي البشره الموف، حيخليها مطفيه زي السيروم. واخر شيء اللي هو المسترايزر. فاحنا حنشتغل نحط الفيتامين بعدين هذا بعدين المسترايزر. عندي هنا الخميره دي، حاطه شويش.
سو اللي صار اني صدمت سيارتي ذاك اليوم، مو اني صدمتها، هو اللي صدمني الرجال. سو تعرفوا قرار السواقه في السعوديه كان من تقريبا 3 سنين، والبنات يعني دوهم يتعلموا السوق ودوهم يطلعوا سيارات وكذا. انا تعلمت السوق من 2 سنين، يعني بعد سنه من القرار. طبعا واو، هذا خلى بشرتي مطفيه، وليه مطفيه بعد الغسول، لانه الغسول حسيته مره حلو. فبابا يعني كان شويه متشدد لانه احنا من مكه obviously، ف يعني حسبت اني ما حاسوق ابدا، لكن الحمد لله تعلمت وسكت، لانه خلاص الواحد لازم يعتمد على نفسه، عرفتوا؟ اوكي، هذا مره حلو. طبعا سر بشرتي بنات انه مويه وملح. مره شفت الشيء ده في تيك توك، في واحده حطت مويه وبس ملح بحري مو اي ملح، وحطتها مع بعض ورجتها وكل يوم قبل ما تنام، فسويت نفس الشيء بشرتي الصبيات صب لتر، يعني حتى لو في حبه خلاص اليوم اللي بعده تموت، لانه ما تلاحظوا مثلا لما تروحوا تسافروا زي كده في بحر في شيء تحسوا بشرتكم تصفى، هذا مويه الملح. ف حلو الفكرة. اللي بعده حناخد اللي هو يطفي البشرة. هذا فيه لحس زيت. وتعلمت وسكت واشتريت سيارة وخدت الرخصة. أنا ما أدري شرط جد كل. يس يس، هاد زي ستاربكس. أيوة يس يس، الفاتورة 500. أوه يا الدورة ديتر. ديتر. ردي ذا ثينك اللي فيه مويه. كثير طيب هذا قدام قدام، انبسطت على كرتون مناديل. والله اذا شغلهم مظبوط وزي كذا خلاص حغير بس عندهم. بس المشكلة انه هنا في السعودية الناس ما هم متعودين انه البنات يسوقوا، فتشوفهم ملاحقات، مو الكل طبعا، تشوفهم ملاحقات وتشوف انه يسوي لك حركات كذا، يشوفك اوه بنتي يقوم يسوي لك ويفحط يعني. حط رجلك، حط رجلك امبراطور رجلي، وانت يعرف لي. واتوقع حتى في برا زي كذا انه يشوفوا اوه بنات، بس هنا بزيادة اللي ما هم متعودين. فاي وحدة هنا في السعودية لا تسوق زبد، لا تسوقي. المهم وكيف انتهى بي اليوم، انه واحد صدمني ورحت قسم الشرطة في يوم ميلادي. اديك متى قصة. اوه مرة طفالي بشرة اكتر من كده، حطفي كمان الحبة الثالثة اللي هي اللونها ازرق اللي هي المرطبة. اوه هذه سميكة سميكة. بس بعدين ذاك اليوم كان يوم عيد ميلادي، تمام؟ طبعا خلاص طفشت وانا اسوق وزي كذا، فاختي اللي كانت تسوق، تمام؟ اختي عندها رخصة وعندها تفويض وكل شيء، مرة مرة حلو، حبيت العناية بالبشرة، يعني حسيت من جد حلو ومرة ينعم البشرة. طبعا يوم عيد ميلادي كنت مرة منفسة لانه حيصير عمري 28 بالهجري، وخلاص انا واز لايك باقي لي 2 سنين على 30. وخرجت وقتها من النادي انا واختي، وزي ما قلت لكم احنا خلاص قرفنا من عيال، قرفنا اللي خلاص طيب اوكي اوكي انت رجال، اوكي انت سوق وفحط شويه طيب. المهم وتيجي اختي توديني بعدها محل كيك، قالت لي اسرار انزلي خدي كيكه بحيث ايش اصورك وزي كذا تفرحي، واز لايك اوكي. وقتها كمان كنت بصور تيك توك. المهم ودخلت المحل حق الكيك، طبعا كان ده في مكة، ووقفت جنبنا سيارة بيضاء. طبعا دخلت ودخل معايا واحد من السيارة البيضاء، انا مركزة يعني عارفين لازم تركزوا ترى، مو لازم تتنحوا، لا ركزوا ممكن يصير لكم شيء، وممكن لا قدر الله انه السبب انكم ما ركزتوا كويس. هو اخذ كيكة وانا اخذ كيكة، والكيكة قد كده صغرى ومرة حلوة. اوكي جايز، هذا 10 على 10، بس ان شاء الله ما يحبب لي بشرتي، بس حبيت حبيت حبيت. نكس عندنا هذا اللي هو بيبي كريم وبعدين بلاش وبعدين ماسكرا. طبعا هحط البيبي كريم، بيبي كريم اول رمانة كيوت. طبعا بيبي كريم مو عبارة عن ما ادري ليش شميته زي كده، بس المهم عبارة عن كريم واساس في نفس الوقت. اوكي وعادة تحطوه بيدكم، فانا ما حكتر بس هحط اوكي حكتر اوكي، بس حشوف قديش يبغالي. واو حبيت، تخيلوا لو نجح ذا الشيء. المهم وبعدها لاحظت انه السياره اللي جنب اختي هي قاعده في السياره وهي اللي قاعده تسوق قاعدين يسووا حركات وزي كذا، قمت خرجت ايش بودات كذا ساير خلينا ندمج، قمت قلت لها خلاص نمشي، قالت لي طيب بس هم ترى قاعدين يسووا حركات، ارخي القزاز ارفع القزاز واضح انهم مراهقين عرفتوا. المهم قلت لها خلينا نمشي، قالت لي طيب. قبل ما امشي صورت اللوحه، طبعا هم لما شافوني اصور اللوحه
اهتزت رجولتهم وخلاص. ايش هذا؟ من تصور لوحتنا؟ انتوا عارفين ليه صورت؟ ان كيس في حالة صار شيء. انا جوالي مليان روحات، مليان، لانه ما اعرف، انا ما اثق في الشخص الغريب ده، انا ما اعرفه. انتوا حتى القربة ترى يعني اوقات ما اثق. وشاف شافني صورت وجري حمس، يا عارفين الاطالع يعني. انا مبسوطه بكيكتي وزي كده، وقسم بالله مسونان ولا شيء. المهم قمت طالعت لقيته جاي شويه كده، الحين هذه السياره حقتنا، جاء سوى زي كده بسيارته كده. يعني اختي لو ما سوت كذا كذا رمت السياره كان دخل فينا سوى حادث. عادي، هو باي يروح وباي. اوكي قاعد شايفين في فرق؟ اوكي انتوا قولوا لي، انتوا اللي قدام اللي ورا الكاميرا اللي في انا اللي في الشاشه، قولوا لي. سبحت كونسيلر وبعدين جاء ورانا وصار ايش يلصق السياره من ورا، يعني عارفين ملحم فينا. الشنطه حقتنا في كبوته من كتر ما هو ملحم صدم. بس لما صدم السياره احنا سوينا زي كده، اتصلنا على الشرطه على طول. جاء الشرطه، جاء المرور. انا قلت والله ما خلي، قسما بالله ما خلي، ان الحركات هذه احنا اذا سكتنا عليها بكره النهار عادي يصدم في واحده تانية. وسمعت لين خلاص انه قديش صدموا في بنات، لانه البنات يعني ما عندهم مثلا يعني دوبهم بادين سوقوا، ما عندهم حركه بديهه دي بسرعه يرمي السياره. بس رحنا قسم الشرطه ورفعنا بلاغ، طبعا هو عليه هروب. وانسلي يعني حتى نشرت في التيك توك بس ما شفت عليه تجاوب، بس مره نرفزني لك في يوم عندنا. الهرجة وصلت شرطة لأنه شرد، وقلت لهم ترى من جد كان يلاحقنا، يعني أنت على أي أساس؟ أنا ماني ما أعرفك، ما أنت حتى لو أعرف ليش لاحقني. أوكي حطيت كونسيلر حاجة خفيفة مرة، بس حسيت البيبي كريم حلو، يعني ممكن ها تخيلون في بحر ولا كذا. أوكي نيكست الخدود. لا طبعا عندنا في الموقع كذا لون، يعني مثلا تاخذوا فاتح أو وسط، ما أدري إذا في غامق. واو ويت حط هنا. فأباكم تقولوا لي انتوا تأيدوا يعني اني انا رحت قسم الشرطة ولا كان خلاص مشيت ورحت بكيت في البيت. انا عن نفسي يعني حال نفسي، بس اذا صار لي شيء انا اسفة بس you're going down. واو هذا كثير، هذا كثير. اوكي قاعد امسح. اوه قاعد ينشف بسرعة ترى. او ماي جاد او ماي جاد دقيقة هدمجوا شوية بالبيبي كريم. ترى من جد ما يمزح لون، ما انا احب البلاشرة كثيرا يعني. طبعا الكمية اللي فيها ما شاء الله تكفي وزيادة. يا حلو، خاصة الروج حسيته على مطفي. اوكي ممكن اشتريه بس مو بدا السعر. اخر خطوة المسكرة، انا مرة كنت متحمسة للمسكرة لانه كيف حيحطوها. اوكي عبارة عن نوي المسكرة ناشفة. نوي هني نشوف اذا هذه فيها. يس شوف كيف شكلها، كانها بس عصايه وفيها شويه منتج، which is nice يعني بالذات اذا حق استخدام واحد. شايفين اللي انا شايفته ولا؟ بس احسها ما تفرق، بس خلينا نشوف دقيقه. هو حلو بس ايش حيصير في البيئة لو صار زي كذا؟ ويت مدينا ادخل العصاية تاني. شوفوا العصاية لين فوق فيها منتج، بديت اعرق. انا دايما اعرق من فوق شفايفي. عر اوكي بكل صراحة بنات انا حديكم رأيي، المسكرة خطيرة يجنن حق استخدام واحد، يعني ماني عارفة ما اقدر استخدمها تاني صح. خلاص حتى حطيه منتج قليل مرة، والله مرة قليل، حاولت افغص وزي معجون اسنان ما يطلع. اوكي العين اللي بعده. بشوف اذا يطلع المنديل ده. مو مرة. اوكي خليها تنشف المسكرة شوية واشيل اللي تحت.
اوكي جايز، كده وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله انبسطتوا واستمتعتوا بالمنتجات والدراما اللي سايرة. سو حكيكم دراما تانية الاسبوع الجاي if you want، يعني انا اعيش للدراما. فاذا تبوا المنتجات هذه حاطة لكم اسماءها تحت بولد و اوكي حاطها تحت، ولا تنسوا الاشتراك واللايك واشوفكم فيديو تاني ان شاء الله. see you.